السلام عليكم. أمر الخشوع في الصلاة أمر عظيم، وتعظيم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى واستحضار القلب وعظمة الله عز وجل من الأمور العظيمة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيان ذلك أحاديث كثر، ومنها هذا الحديث الذي بين يدينا، رواه أحمد في المسند وحسنه الألباني في صحيح الجامع، من حديث عمار بن ياسر قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وقال أيضا عليه: أفضل الصلاة وأتم التسليم، موضحا ما ينبغي للإنسان أن يكون فيه في صلاته، عند أحمد في المسند وصححه العلامة الألباني في الجامع. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وعند البخاري من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب ورفع الكلم الطيب: والالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، يفكر في الأكل والشرب إلى غير ذلك مثل أمور الدنيا يدخل في الصلاة وقلبه خارجها وقلبه في خارج الصلاة. الثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه والإنسان إذا ذكر الموت في صلاته فسيصلي صلاة مودع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس في مسند الفردوس عند الديلمي قال: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. حسنه الحافظ في المقاصد الحسنة وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فينبغي للإنسان أن يركز في صلاته وأن يخشع في صلاته وأن يستحضر قلبه وأن يستحضر عظمة الله عز وجل، وأن يستحضر أن الله مطلع على قلبه ومراقب له. هذا كله إن شاء الله عز وجل يؤدي بالإنسان إلى الخشوع في الصلاة. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بصاقا في جدر القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي الحديث: أيها الكرام الفضل، أعني الذي ذكرناه آنفا، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، إثبات الوجه لله عز وجل صفة ذاتية على ما يليق بجلاله وكماله صلى الله عليه وسلم، غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.